اسمحوا لي نستقبل الاستاذ هشام الخشن، مدير طبعا اكاديميه برشلونه في مصر، عشان يكلمنا عن الفكره. لا حاليا مش بشكل عام، مش في مصر، كان في برشلونه بشكل عام، يعني الاكاديميه بشكل عام، نشوف الاخبار ايه في موضوع تجهيز اللعيبه وتطوير اللعيبه. مساء الخير يا فندم، واهلا بيك معانا. خير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. طبعا تحياتي وتحياتي للاستاذ مجدي ليك. والكلام عن برشلونه، عن الاكاديميات بشكل عام، رقم واحد، هل الاكاديميات الفارق بينها وبين قطاعات الناشئين الموجوده عند الفرق بشكل عام؟ والحاجه الثانيه، هل كان برشلونه حريص على انه يطبق نفس المبادئ دي عندما كانت له اكاديميات موجوده سواء في مصر او على مستوى الوطن العربي او لا؟ بص، خليني انا اتكلم بصراحه وعوضي على الله. يعني اكاديميات النوادي الدوليه، الاكاديميات بتاعتها بتعملها في حتت مختلفه في العالم نوعين. هشام يا ريت تعلي صوتك شويه وتسخن معانا شويه يا هشام. الاكاديميات اللي بتعملها النوادي العالميه خارج بلادها نوعين. في نوع نادر جدا، وهو النوع اللي هو بيطلع او يبقى محتمل ان هو يطلع لعيبه تحترف في النوادي، بتحترف كره القدم عموما. ماشي. دي بتبقى تحت اشراف كامل من النادي. لا يحضرني هنا، بس في بعض النوادي عندها اكاديميات في امريكا اللاتينيه، نوادي اوروبيه عندها اكاديميات. الموضوع ده قل شويه نتيجه تحول طريقه عمل البيزنس، لان بقت النوادي بتشتري نوادي. يعني النهارده في لعيب راح لمانشستر سيتي، السنه اللي فاتت كان بيلعب في جيرونا اعاره، ده كان معار من نادي في امريكا اللاتينيه، النادي ده وجيرونا بيملكهم مانشستر سيتي او سيتي جروب، اتحركت جوه. الاكاديميات الاخرى هي اكاديميات جديه بتنقل شخصيه وفلسفه النادي، لكن هم نفسهم بيشوفوا احتمالات خروج الموهوب اللي يلعب في النادي العالمي ده اضعف، لكن هو ممكن يعد لعيب يلعب على المستوى المحلي او يحترف في نوادي اقل، لكن بتبقى عينه عليها، لكن ما بت يعني مش هي دي الاساس في تخليق الموهبه اللي تروح للنادي الدولي. طيب وصلت كده؟ كده وصلت، بس عايز بقى افوكس شويه على برشلونه. هل برشلونه كنادي كان توجهه شبه بقيه الاماكن، ولا برشلونه كان عنده فكر مختلف في اداره اكاديمياته على مستوى العالم؟ لا، هو برشلونه حصص التدريب بتاعته منقوله من السيستم بتاعه. يعني هو انت لو رحت اكاديميه برشلونه في اي حته في العالم، اسبوعيا التدريب او حصص التدريب بتيجي من برشلونه اسبوعيا وبتطبق. يعني حياتك الهند هم عندهم اكاديميه، مصر عندهم اكاديميه، اوكي، بولندا عندهم اكاديميه، ايا مكان المكان اللي حياتك فيه هي نفس الحصه التدريبيه اللي جايه من برشلونه. هل هي مكثفه زي بتاعت لاماسيا؟ طبعا لا، لان احنا بنبتدي باولاد سنهم اصغر بكتير، بنعلمهم الفلسفه، بنعلمهم الشخصيه، وبنعلمهم. بس هتلاقي الفرق على بتاعت الاكاديميات على اختلاف مستوياتها بتلعب بنفس الطريقه. هل خرج حد من اكاديميه برشلونه من مصر وراح اسبانيا، ولا ده ما حصلش؟ راح بس ما راحش برشلونه. راح على فين ومين وازاي؟ لا انا مش فاكر الاسامي، لان الكلام ده كان من زمن. راح ولعب في النوادي هناك، يجوز ما كملش، بس راحوا يعني طلعوا من هشام، ايه الفرق بين الاكاديميات يعني حتى لو جاز التعبير الاكاديميات التجاريه، وانا عارف ان ليك راي في الحته دي صريح، وبما انك كنت يعني وما زلت بتدير في مجال الاكاديميات ده، والفرق بين الاكاديميات الاشبه بمدارس الكوره زي لاماسيا اللي هي الاقامه الكامله، مين من الذي يصنع اليمين يمال؟ لا، لاماسيا هي اللي تصنع اليمين يمال، لكن الاكاديميات الاخرى مره اخرى هي طريقه لنشر فلسفه وثقافه النادي، لنشر وزياده شعبيه النادي، لتعليم الطفل العادي قبل ما يكون الطفل الموهوب كره القدم. يعني هو في احد لقاءاتي مع زمان، يعني مع ناس برشلونه، هو فاكرين يا جماعه ما كنا في المدرسه بنعمل تقسيمه؟ فهو كان بيقول لك انت الطفل اللي هيخش عندي في التقسيمه مش هيبقى اخر واحد بيختاروه، هيبقى تاني او تالت واحد. يعني لو هو مش موهوب،
لكن هو بيعرف يلعب كورة، بيعرف يتمركز، بيعرف يقف، فأصدقائه بيجدوا الميزة اللي فيه. كيف نصل إلى الكنز المفقود أو الطفل المفقود؟ هو أنا بس عايز أنوه على حاجة، أنتوا ماسكين في لامين يامال، وده طبعا يعني حاجة جميلة قوي، بس يعني كان في كده كم معلومة أحب أقولهم إذا سمحتوا. اتفضل يا فندم. في برشلونة نفسها وخليكم فاكرين الاسم ده، في لعيب مهم جدا هو عنده 17 سنة اللي هو كوبارسي اللي هو الديفندر. صحيح. كوبارسي كان في المجموعة اللي اختيرت لمنتخب اسبانيا وطلع، يعني هو ما خد 24، هو كان في 26 في اخر تصوير. كوبارسي عنده 17 سنة هو اساسي مع برشلونة، وكان ممكن يكون موجود مع برشلونة بكل حاجة، وده في 2026 في كاس العالم اساسي في منتخب اسبانيا. انا اقدر اقول لحضرتك من دلوقتي صحيح صحيح وهيبقى اساسي. برضه عشان نكمل حركه الكوره في العالم، في الشهر اللي فات في كذا حاجه. امبارح مانشستر يونايتد اشترت ولد عنده 18 سنه اللي هو لينيورو، طبعا 50 مليون يورو. وفي اندريك في اسبانيا، وفي روكي في اسبانيا، فخلاص الموضوع بقى منتشر وبقى التوجه دلوقتي يعني. وفي ليفربول ما عملتش حركه في سوق الانتقالات غير اثنين، الفين ايمن اللي هو نص مصري عنده 15 سنه هيتم 16، ونجومه اللي هي خده من الاهم من كده الحقيقه، ان زي ما على يمين هجوم اسبانيا في يمين في ويليامز الناحيه الثانيه، في ويليامز الناحيه الثانيه طبعا، في بيدري اللي اتعور، في جافي اللي ما راحش عنده 19 سنه، الكل نجوم والكل نفس المدرسه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معانا.